المشكل ديالهم هو انهم كانوا واحد التيفا كانوا حصلوا واحد الاستفاده وكانوا واحد السكن اجتماعي تحت اشراف الدوله. الدوله جابت واحد المقاول باشراف الوزاره تاع الاسكان والداخليه، تم الاتفاق على اساس يكون الدخول على اساس يكون الاداء اما كامل او الاقساط، فالناس اتفقوا معاه على اساس يكون واحد الاتفاق اداء باقساط. جلسنا في العماله وقلنا راه كاين شي ناس اللي ما رفضت الابناك تتعامل معاهم نظرا للعامل السن ديالهم، كاين ناس اللي فوق 70 عام، كاين ناس اللي تجاوزوا 60 عام، فبالتالي كان واحد الحل اللي شرفت عليه العمل ديال اقليم مدينه هو ان الناس يدخلوا يستافدوا، ولكن على اساس يعطيوا واحد 20000 درهم تسبيق وواحد 700 درهم شهريه اقساط. فكان الاتفاق بدات الاجراءات كاينه، الناس جمعوا الودائع ديالهم باش عطيوها للسيد، فوقع واحد الحركه انتقاليه فالمقاول تنصل من الاتفاقات السابقه ديال، ثم الان جات الجائحه عوض بيستغلها في ايواء الناس ودعمهم ويلقى حلول عمليه معاهم، لان استغلت الجائحه وهذا الظرف ديال الاستثناء وهذا الظرف ديال الحجر الصحي فبدا كيستغل في طرد الناس، طرد جوج الناس، لان جوج اسر اللي مشرده، اسره اللي هي وصلت للطلاق والاسره تشردت، الاسره الثانيه الان مشرده ما عندها بدون ماوى، الان راه راجل دابا الان هو الثالث تم الافراغ ليه بدون حقه في التقاضي. السيد لم يبلغ في كاع المراحل ديال التقاضي لم يبلغ، الان حنا وقفنا قدام محكمه اول حاجه مطلب رئيسي وعاجل هو انه يتعطى حقه في التقاضي وحقه في الاستئناف. هذا مطلب عاجل كنطلبوا من القضاء المغربي اللي حنا كنتوسموا انه باقي في النزاع انه يتعطى السيد حقه في التقاضي، حقه انه يستانف، راه ما يمكنش دير لي فرق على واحد اللي ما حضر حتى شي مرحله من مراحل التقاضي، هذا راه مشكل وصبه في جبين المغاربه وصبه والقضاء المغربي ما يرضاش بها، فحنا هذا مطلب عاجل. ثم المطلب الثاني هو كندعو السلطات المحليه انها تجلس باش نكملوا الاتفاق اللي بديناه في 2018 نكملوه باش يكون اتفاق يكون دخول مشرف للناس ويبقاو الناس ساكنين في دورهم بدون ضغط اجتماعي واللي ولات فيه امراض نفسيه طالت الشباب وطالت النساء والرجال، فحنا كنطلبنا انه يكون تدخل حكيم وانه يتم الاتفاق اللي بديناه يكمل واللي شرفت عليه الولايه والعماله ديال اقليم مديونه، وكنتمنى من الله ان هذا المقاول الناس راه مهربانينش ليه باغي يؤديوا ليه بالتي احسن بالقدره ديالهم انه يكون مقاول مواطن كما المواطن بغاو يكون صالح، حتى المقاول حتى هو يراعي على الظروف ان الفئه هشه وفئه اللي هي كثير من الناس فيها في حالات معويزه. في خطر في خطر واكواك على شوا احنا ساكنه انعام مديونه اللي جاء هذا المشروع هذا على استفاده ملكيه وتدخل في هذا المقاول بالمعاونه ديال العمران، وكان المشروع كان هذا عن طريق وعد بالبيع اللي كان فيه انه غادي يسلموا ثمن المبلغ الاجمالي ديال الشقه 140 الف درهم، ولكن هذه الساكنه هذه ما في حالهاش، دخلهم محدود في البند ديال الماده 5 ديال الوعد بالبيع تقول يؤدي الثمن يؤدي المستفيد الثمن 140 الف درهم اقساط يؤدى كاملا او اقساط، والناس تشبتوا بهذا الامر ديال الاقساط لانهم ما في حالهمش، وفي الغالب في الغالب ما يقدروش يوفروا حتى القوت ديالهم اليومي. المطالب ديالنا اليوم جينا هنا تنسمعوا الصوت ديالنا لان احنا وصلنا معاه الان الى نقطه اخيره وهي يعني تفرغ في الناس بالقوه ديالو تستند الى سميتو الاشياء الحوايج اللي ماشي هذيك باش يقوم بالافراغ للساكنه.